شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب مجددا وابدا الحوار مع ضيفي مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ رامي الريس. اهلا وسهلا فيك من جديد استاذ رامي. طيب يلا مو بدك تبلشي بسيادك. انت قلت لي انا بدك من وين بدي بلش؟ ما انت بلشت اصلا يعني. انت سالتيني وانا جاوبت. انت بلشت يعني مبلش بالعرض. لا انت سالتيني وانا جاوبت، تفضلي حضرتك تسالي وانا بجاوب. خليني اول شيء قبل ما هيك نبلش بالنقاش المتعلق بالحزب التقدمي الاشتراكي وبموضوع الحكومه وبموضوع الحصص وبموضوع عدم التنازل وما الى ذلك، امبارح الحدث كان باتفاق معراب يلي امبارح تسربت بعض البنود، كان في شيء يعني اجواء مسربه قبل، امبارح تسربت بالكامل طبعا، يلي سربها ما سربها هيك بالبلاش وما سربها عن عبث، ولكن شو رايك ببعض بنود هذا الاتفاق؟ يعني نحن للتذكير للوقائع السابقة، نحن كنا من الأطراف اللي رحبت بتفاهم معراب، لأنه اعتبرنا أنه أي مصالحة بين أي مكونين لبنانيين بتصب بخط المصالحات الكبرى التي عمل لها وليد جنبلاط والحزب التقدم الاشتراكي طوال السنوات. وأنا بتصور أنه محاولة التمييز الجارية حاليا بين يعني طي صفحة الماضي الأليم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مقابل استمرار يمكن التباين السياسي في ملفات اليوميات السياسية اللبنانية مسألة جيدة. التأكيد على أنه تطوى صفحة الماضي بين هذين الفريقين، وهي كانت صفحة أليمة من صفحات الحرب في لبنان. هلا بطبيعة الحال كيف هن نظموا علاقتهم الثنائية واعتبروا أنه مساعدة القوات اللبنانية للتيار الوطني الحر بانتخاب الرئيس عون للرئاسة مقابل يعني مكاسب معينة تم الكشف عنها والحديث عنها، بنهاية المطاف يعني أتصور لمن يعرف خبايا السياسة اللبنانية يفترض أن لا يكون متفاجئا بهذا الأمر، لأنه بنهاية المطاف السياسي بلبنان وخارج كيف لبنان كيف يعني أن لا يكون متفاجئا بالنهاية بهذا الأمر؟ بالنهاية طبعا منضل دايما منصور يعني السياسي فيها تقاطع مصالح، يعني حتى ما تكون الأحزاب السياسية منا جمعيات خيرية تصل إلى حد إقصاء الآخرين وأنا أو لا أحد. لا طبعا بالعكس. طيب أنا بس إذا بدي أحكي ببند إن حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يتوزعان مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية في 15 معقد للطائفة المسيحية، طبعا هن مستثنيين حصة رئيس الجمهورية في حكومات العهد كافة، وتلفت إلى أن الحقائب السيادية هي وزارات الخارجية والدفاع والمالية، لأنه أيضا يعني مناصفة يعني السيادية ضمنها لأنه ذاكرينهم للسيادية. شو يعني أنه حزبين من أصل ما بعرف كم حزب على الساحة المسيحية فيه، ومن بيناتهم أحزاب أساسية ورئيسية وكانت برئاسة الجمهورية بفترات سابقة، سواء كان الكتائب اللبنانية سواء كان تيار المردة سواء كان الوطني الأحرار غيره من الأحزاب صغير حجمها ولا كبر حجمها، أنه هذه كلها مش موجودة يتم الإطاحة فيها واستبعادها، ويطلعوا آخر شيء بس المسيحيين في لبنان هن سياسيا هن التيار والقوات. أنا بفضل نحكي بالإطار العام وبترجع بتشوفي مدى انطباق يعني التفاهم معراب عليه أو لا. بالآخر لبنان مجموعة توازنات تاريخيا كان هيك، وبكل مرة كان يحصل إخلال بهذه التوازنات كان يؤدي إلى اضطراب بالبلد، وأحيانا يصل الاضطراب إلى دورات من العنف. اوكي، وكلنا شاهدين على التاريخ الحديث والاحداث يلي حصلت فيه. وبالتالي بالمبدا العام واضح انه اي محاوله لاقصاء اي فريق او اي طرف بلبنان غالبا ما ترتد سلبا على الاستقرار الداخلي في لبنان، وهذا لا يستثني لا تفاهم معراب ولا غير تفاهم معراب. وبالتالي هذا مش من باب النقد، من باب اعاده قراءه الوقائع. محاولات اقصاء او تهميش اطراف وقوى سياسيه لا تساهم في تعزيز الاستقرار على المستوى الداخلي، سواء كان على مستوى الساحة المسيحية أو على مستوى الأطراف السياسية. يعني تنطبق عليكم في الساحة الدرزية كمان طبعا، مش نحن وين أقصينا وين ألغينا؟ نحن تركنا مقاعد شاغرة، تركنا مقاعد شاغرة لنأكد على التعددية والتنوع. ما هلا جزء من معركتكم هي إقصاء طلال أرسلان؟ لا الأمير مش إقصاء طلال أرسلان، معركتنا هي تأمين حسن التمثيل.
لأنه شعار الأقوياء بطوائفهم مش نحن رفعناه، شعار الميثاقية مش نحن عطلنا البلد سنتين ونص كرماله، شعار استعادة الحقوق المسلوبة مش نحن رفعنا اليافطات ببيروت وعلامات النصر أنه نحن استعدنا الحقوق المسلوبة. هلأ نحن عم نطالب بتطبيق هذه الشعارات. أوكي، فأذن خلينا نرجع نأكد على الأمور بالطريقة اللي هي حدثت وكما هي. نحن عنا حرص شديد على مبدأ التعددية والتنوع بالجبل وبلبنان ككل. خليني كمان ذكر للي بينسوا أنه عندما كان يملك الحزب التقدم الاشتراكي ووليد جنبلاط أرجحية وأريحية كاملة في الدورات الانتخابية السابقة، ذهب طوعا إلى الشراكة مع القوات اللبنانية، مع الكتائب اللبنانية، مع حزب الوطني الأحرار، مع بعض المستقلين لتأمين هذه التعددية والشراكة، ومع الأمير طلال أرسلان كذلك الأمر. وبالتالي مش نحن يلي نتهم بالإقصاء، بالعكس معركة قانون الانتخاب كلها اللي حصلت كان هدف أساسي منها يرتكز على فكرة أنه كيف بدنا نضاعف وليد جنبلاط وكيف بدنا نحجم الحزب التقدمي الاشتراكي، وللأسف جاءت النتائج على عكس التوقعات. وبالتالي ضروري أن تتعايش الأطراف التي حاولت إقصاء الحزب مع النتيجة الجديدة التي أكدت فوز كبير للحزب في هذه الانتخابات، لا أكثر ولا أقل. على كل حال بدي أحكي بعدين بمرحلة لاحقة بالتفصيل بهيدا الموضوع لما بنجي على ثبات وليد جنبلاط على موقفه بأنه الحصة الدرزية كاملة لأله، لما نحكي بموضوع الحكومة والحقائب وما إلى ذلك. بالشكل العام اللي نحن رايحين فيه هلأ بكل هذه المشاكل يلي عم بتصير، وكل فترة بتحس في إعادة خلط أوراق، كل يعني كانت قبل تطول فترة إعادة خلط الأوراق، هلأ من نام على شيء منوعة على شيء تاني بالمرحلة التالية وباليوم التالي، لوين رايحين بهذه الحالة؟ هل هذه الحالة اللي نحن فيها هلأ تنبئ بولادة حكومة قريبة؟ مثل ما عم يتوقعوا أنه بس يرجعوا من فرصهم يعني؟ إن شاء الله، يعني ما فيني أكد لك إذا تنبئ بهذا الأمر، إذا استمر المقاربات التي تتم فيها محاولة تأليف الحكومة على ما هي عليه، والعقد التي تولدت أو تم استيلادها تؤخر هذا التأليف. خلينا نرجع لنتائج الانتخابات، بيصير يعني لا أول حكومة بتتأخر بتتألف في لبنان ولا آخر حكومة، نرجع لنتائج الانتخابات بتتألف الحكومة بسهولة، منها الأد العملية معقدة. ممكن توصل فينا إلى الطرق اللي خلينا نقول الحيطان المسدودة أو إلى الطرق المسدودة، خصوصا لما نسمع كلام مثلا بارح للدكتور سمير جعجع بيقول أنه نحن إذا ما بده يكون وجودنا منتج وجاد ونافع بالحكومة ما رح ممكن أنه ما نشارك في هذه الحكومة، وتم ربط هذا الأمر بمعلومات أو تسريبات أو أجواء من حزب التقدم الاشتراكي أنه قد ايضا اذا ضل في اصرار وطحشه بموضوع توزير الامير طلال ارسلان انه ان يقدم وليد جنبلاط على هذه الخطوه او لن تقدم لن نقدم هذا الموضوع على طبق من فضه لاحد، لا نحن حقنا نشارك بالحكومه بثلاث حقائب درزيه بحسب نتيجه الانتخابات، واتصور انه حتى القوات اللبنانيه تدرك انه يعني اذا كان هناك سياسه لاحراجها فاخراجها لن تقع في هذا الفخ. بس ممكن كمان تكون عملية خلينا نقول عملية التفاف، ليش؟ لأنه اليوم حزبين مثل التقدم الاشتراكي ومثل القوات اللبنانية أنه ياخدوا قرار ما يشاركوا بالحكومة، هل يستطيع بهذه الحالة الرئيس سعد الحريري أن يشكل حكومة أصلا؟ أنا بتصور هذا الأمر ليس مطروحا، هلا ما بعرف إذا أطراف أخرى تطرحه من باب التكتيك السياسي، بنهاية المطاف طبعا هذا الأمر مربوط خلينا نقول بالعامل السعودي كمان، هذا عامل آخر، ولكن أنا بتصور أنه في قوى سياسية وازنة بالبلد وفي توجه لتأليف حكومة وحدة وطنية، وخيار استبعاد هذه الأطراف من تأليف الحكومة ليس نزهة بطبيعة الحال. شو يعني ليس نزهة؟ يعني بالآخر مثل ما هلا حضرتك عم تحكي أنه طرفين بحجم وقوة الحزب التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية أن تؤلف حكومة من دونهم منه خيار منطقي ولا خيار طبيعي. وبالآخر تأليف الحكومات بلبنان ما بيتم يعني
بهيك بآليات كثير ديمقراطيه على طريقه الديمقراطيه الغربيه واكثريه اكثريه واقليه ومعارضه وموالاه. شو لك؟ بتتذكري لما تاخر تاليف الحكومه 7-8 أشهر لتوزير مرشح راسب في الانتخابات توقفت البلد. مين كان وقت مرشح راسب؟ بتتذكري انت بتعرفي عشان اسالك ذكرني بيعرفوا 7-8 أشهر تاخر تاليف الحكومه بلبنان لتوزير شخصيه معينه، فمش هيك يعني الامور بتندار بالبلد يعني. هلا طبعا نحن عنا وجهه نظر انه هالتشويه المتمادي لما سمي الديمقراطيه التوافقيه اللي هي بالمناسبه يعني من اللي هي بالمناسبه اصلا تشويه للديمقراطيه. بتعرفي انا هيك كنت مفكر لحديت ما شفت اخر مؤخرا كتاب صادر عن المركز اللبناني للدراسات من شي 10 سنين كانوا عاملين مؤتمر خاص عن الديمقراطيه التوافقيه، قريت فيه كثير من الدراسات المهمه انه الديمقراطيه التوافقيه بالمجتمعات غير المتجانسه واللي فيها تعدديه تشكل خيارا صالحا للحكم اذا ما طبقت اليات يعني تصون هذه الديمقراطيه التوافقيه، وفي قواعد معينه لها ابرزها انه ما تتحول كل فريق من الافرقاء ان يمارس حق النقد ويعطل العمليه الديمقراطيه التوافقيه، والثاني طبعا ان تكون ديمقراطيه التوافقيه مرحليه باتجاه وصول الى نظام اكثر عدلا ومساواه بين اللبنانيين يرتكز الى الغاء الطائفيه السياسيه، هذه اللي ما عاد حدا يجيب سيرتها اليوم لانه يعني بالعكس نحن فرغنا الحياه السياسيه من مضمونها اللي ممكن يذهب باتجاه الغاء الطائفيه السياسيه وكرسناها من خلال الشعارات التي رفعت استعاده الحقوق كل طائفه تنتخب نوابها والقانون الارثوذكسي اذا بتذكري يعني بدنا نقرب لقدام عم نرجع لورا. استكمالا للسؤال اللي طرحته عليك واستطردنا منه الى الديمقراطيه التوافقيه يلي هو كنت عم بسالك عن فكره انه قد يكون تكتيك عمليه تهويل بالانسحاب من الحكومه ليكون في مبرر لتعطيل التشكيل، وهون بيجي الرئيس سعد الحريري بيقول انا ما بقى قادر ما في عطل، او بمعنى اخر ايضا كيف بنفهم اليوم هذا الاصرار؟ سواء كأنه اليوم بالسابق قبل النائب وليد جملاط بتوزير الأمير طلال أرسلين، مثل ما كمان صار في عمليات أخرى وتنازلات في مكان آخر، اليوم ليش هالقد معقد الأمور؟ سواء كان عند الحزب التقدم الاشتراكي، سواء كان عند القوات اللبنانية يلي عم تضرب سكور بموضوع حق بعدد الحقائب، وكأنه هناك من يقول بأنه من الضروري أنه هذا الثلاثي خلينا نقول سعد الحريري وليد جملاط سمير جعجع لازم يكون في عندهم ما يسمى كان سابقا بالثلث المعطل بالحكومة ليضلوا قادرين يتصرفوا، علما أنه الأكثرية اليوم في مكان آخر. أنا بتصور أنه ولا حدا من الأطراف الثلاثة يرغب بالاستحواذ على الثلث المعطل، واساسا يعني اكيد اطراف ثلاثه يعني اللي ذكرناهم التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانيه مستقبل، حتى يعني حتى بالملفات الداخليه يعني في تقارب بالعناوين العريضه بس ممكن ما يكون في تفاهم حول كل القضايا الداخليه بين هالاطراف الثلاثه لحتى يمارسوا الثلث المعطل. انا بتصور مش هذا المطروح، المطروح اكثر ان نذهب باتجاه احترام نتائج الانتخابات. كمان القوات اللبنانية كتلة كان في عندهم 8 نواب صاروا 15. طيب ما كمان هذا يعني توسعت القاعدة التمثيل تبعهم لابد أن يؤخذ بالاعتبار. والعناوين الثانية اللي هي معروفة من حيث التمثيل عند الأطراف السياسية الأخرى. نعم رح تابع هذا الحوار أنا وياك أستاذ رامي، ولكن اسمح لي معي مباشرة عبر الهاتف النائب السابق في القوات اللبنانية سعادة النائب أنطوان زهرة. صباح الخير أستاذ أنطوان. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ أنطوان. يمكن أكثر حدا بنسجن مع حاله بهذا الموضوع هو النائب أنطوان زهرة يلي كان أصلا مش كتير راضي عن اتفاق مع راب، فهلأ أكثر حدا ممكن ضميره مرتاح في هذه المرحلة. أستاذ أنطوان، البنود التي تم كشفها أو تسريبها، وكنا عم نقول أنه مش عبثا تم تسريب هذه البنود لا اتفاقية مع راب، قديش تدين ايضا الطرفين سواء كان القوات اللبنانيه وسواء كان التيار الوطني الحر بمضمونه وكانه اتفقتم على شن حرب الغائيه على المسيحيين الاخرين؟ في
في تقطيع بالصوت اذا اذا حدا بيعالجه. ما سمعت السؤال كامل. هلا عم تسمعني بشكل افضل؟ اي نعم اي نعم. طيب رح عيد السؤال استاذ انطوان. انا فهمته لحد انه قديش بدين يكون بموضوع اقصاء الاخرين والغائهم. صحيح. قديش بتظهر وكانه القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر يعني عملوا او عم بيشنوا او اتفقوا على حرب الغائيه على المسيحيين الاخرين. بالحقيقه انه هذا جزء من الاتفاق يحكي عن اعطاء حصة لفخامة رئيس الجمهورية، واضح مكتوبة انه اذا من 24 وزيرين مسيحيين واذا من 30 ثلاثة، وانه البقية تقسم على الحزبين على ان يتعاطى كل حزب مع حلفائه. تذكري انه هذا التفاهم حصل بظل انقسام سياسي كان مصنف البلد بين 8 و14 أدار. نعم. وكان معروف انه في احزاب وشخصيات حليفة للتيار الوطني الحر وفي احزاب وشخصيات حليفه للقوات اللبنانيه توزر من ضمن الحصه، يعني من ضمن المناصفه. كيف الدستور اللبناني بيحكي عن مثالثه ضمن المناصفه، هذا الاتفاق بيحكي او بمضمونه، وقد قيل هذا الكلام بالتقرير الامس مع انه ما ظهر مكتوب، قيل انه كل فريق بيتولى توزير حلفائه من ضمن حصته. بس مش مكتوب، مش منصوص. بلا ملحوظ بالاتفاق، لم يوزع بكامل حرفيته، ولكن ذكر بالتقرير امبارح على MTV. نعم. والبرهان انه نحن باول تطبيق لهذا الاتفاق كان من حصة القوات اللبنانية الوزير ميشيل فرعون اللي هو من حلفاء القوات اللبنانية. نعم. وحزب الكتائب عرض عليه انه يكون عنده وزير، وصار في خلاف حول نوع الحقيبة ولم يوزر. وبالتالي نعم كانوا متفقين على انه هن الحزبين الاقوى تمثيلا، وانه بيتقاسموا على ان لا يغفل حصة حلفائهم في الوزارات. بالعكس هذا الاتفاق يضمن تمثيل بقية الاحزاب والقوى المسيحية، ولكن كل واحد من خلال الصفات السياسية اللي هو موجود فيه. بمعنى امام تجربة تشكيل الحكومة اليوم، ما يستطيع فريق اللي عم يتولى تشكيل الحكومة يجي يقول للفريق الآخر اليوم أو بالمستقبل، يمكن بيوم من الأيام يكون حدا من القوات عم بيفوض على تشكيل الحكومة. نعم. يقول له إيه بس أنا عندي المرضى، وعندي الحزب القومي ممثل مسيحيا، وعندي الكتائب، وعندي الأحرار عنده النايب، وعندي الكتلة عنده النايب، وعندي شخصيات مستقلة، وبالتالي بياخذوا حصتهم والباقي تكرم عينك. نعم. تنتجنب هذه المآزق، قلنا انه كل فريق بياخذ نص التمثيل المسيحي مع حلفائه بصفه السياسي. نعم. طيب. نعم. استاذ انطوان، مين اللي اخل بهذه البنود اليوم؟ انتم تتهمون التيار الوطني الحر بانه هو الذي اخل بهذه البنود وبتحسبوا حالكم من حصه العهد، والتيار الوطني الحر على لسان رئيسه معالي الوزير جبران باسيل بالحلقه الاخيره يلي عملها يتهم صراحه القوات اللبنانيه بانها اخلت بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وبانه عم تتعاملوا مع اتفاقيه معراب على كارت، يعني بتنقوا منا الشيء اللي بيعجبكم واللي ما بيعجبكم، واخليتم ايضا تجاه العهد بالاتفاقيه التي تقول انه ما بتعملوا اي شيء بمس بالعهد، وانه بتكونوا من حصه يعني الفريقين بيكونوا من حصه العهد. مين اللي اخل فعليا بهذا الاتفاق؟ اول شيء من حصه العهد نحن مش حصه حدا، نحن بنشتغل سياسه نمثل الشعب. دكتور سمير جعجع قال نحن من حصه العهد. خليكي معي لك الحرف يقتل اما الروح فتحيي. هيك صار موضوع تاني. نحن داعمون للعهد بشروط اتفاق معراب، بمعنى تشكيل لجنة من الفريقين تضع سياسات العهد، مش ان ينتخب رئيس وينسى انه في فريق اخر اتفق معه على خريطة الطريق لإيصاله إلى الرئاسة وعلى رسم سياسات العهد. هيدي أولا. ثانيا، إذا كان الاعتراض على ممارسات وزراء على رأسهم الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر هو معارض للعهد، فليتفضل العهد بتحمل مسؤولية هذه التصرفات اللي في شبه إجماع على رفضها
بملفات محددة داخلية. ليش بدك تحمل العهد؟ فخامة الرئيس قال أنا غير موقع على اتفاقية معراب. قال هيك؟ مش هيك قال؟ قال هيك الرئيس؟ ما سمعت إنه قال هيك. الرئيس حصل على الاتفاقية وكلف جبران بتوقيعها لأنه كان رئيس الحزب صار من بعده. الاتفاق نحن بالنسبة لنا مع احترامنا لكل الناس وبدون تقليل من شأن آخر، سمير جعجع اتفق مع ميشيل عون لأنه وقت اللي كان في مشكل يجب معالجته ما كان في شيء أو حدا اسمه جبران باسيل على الساحة. بس ميشيل عون فخامة الرئيس أحال الدكتور سمير جعجع إلى جبران باسيل، قال له اتفق مع جبران. الاتفاق حصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، صادف أنه جبران باسيل كان قد أصبح رئيسا للتيار الوطني الحر. لا ننكر هذه الواقعة، وهو من وقع بالنيابة عن تيار الوطني الحر بمباركة وبسمة وموافقة فخامة الرئيس. ومنتذكر وقت اللي حكي كلمته الدكتور جعجع كيف قال كل اللي قالهم دكتور جعجع بقلبنا وبضميرنا. نعم. وبدنا نعمل على تحقيقهم. أنا ما عم طالب بشيء، القوات اللبنانية ما عم بتطالب إلا الالتزام بهذا الاتفاق الذي تنكروا له من لحظة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. لم تشكل لجنة تنسيق السياسات، لم تتم المناصفة، تحجوا أو حطوا حجة الفرقاء الآخرين، ورجع عادة السيد باسيل من يومين معالي الوزير باسيل أنه اتفاق بين اثنين لا يلزم آخرين. المفارقة الكبرى اليوم أنه من يرفض إعطاء القوات هذا الحجم بالحكومة ليس الآخرين وإنما الوزير باسيل تحديدا. نعم. وهيدا بتذكرني قبل شوي الأستاذ رامي ذكرك بشهور من أجل توزير شخصية معينة. انتقلنا أو تطور العمل من لا حكومة إلا إذا كان جبران باسيل وزير فيها إلى لا حكومة إلا إذا شكلها جبران باسيل خلافا للدستور وللأعراف وللميثاق الوطني وللأدوار الدستورية المناطرة. هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم؟ هيدا هو الشيء اللي عم بيصير اليوم؟ هذا اللي قاله جبران باسيل أول امبارح بآخر حديث. الوزير باسيل قال وللي ما فهم طلعت محطته التلفزيونية تشرح بالتفصيل رسالة للاشتراكي أنه أنتو مش واحد من الدروز، ورسالة للقوات أنه زدتوا علينا نزلوا بقى عن حصانكم، ورسالة ما بعرف لمين أنه معناته كذا. هودي شو بعت رسالة أيضا، بعت رسالة إضافية قال أنه ما حدا يحلم يدق سفين، يعني العهد هو التيار والتيار هو العهد. كنتوا دايما بالقوات اللبنانية عم بتميزوا بين العهد وبين التيار، وبعدنا منميز بين فخامة رئيس الجمهورية اللي هو رئيس كل لبنان وبين فريق سياسي مهما ولو كان أسس الرئيس وهو بيو الروحي وإلى آخره. ما في يبقى فريق بالعمل السياسي ويكون رئيس جمهورية كل لبنان. هو يدير كل الفرقاء السياسيين بحكمته وموقعه ومسؤوليته الدستورية، أما الفريق السياسي المحسوب عليه فعليه أن يسعى إلى صفر أخطاء بالممارسة كي لا يلوث العهد بممارساته. مش هذا اللي عم نشوفه للأسف في هالمرة. طيب نجح معالي الوزير جبران باسيل، إذا عم نحكي عن هيدي الخلفيات يلي حضرتك عم تتفضل فيها، نجح باستفزازكم، نجح بعملية إخراجكم عن طوركم، جعلكم يعني أجبركم حتى أنه عملية كشف بعض بنود الاتفاقية لحتى خلينا نقول يعني تخلصوا حالكم من اتهامات ببعض الأماكن، هل سينجح؟ هل سينجح فعلا بآخر شيء جركن إلى يعني يحرشكن لدرجة إخراجكن من الحكومة؟ الشيء اللي كنتوا عم بتحكوا عنه بالأول. أولا كشف بعض البنود كان تلبية لوعد من الوزير باسيل وما لحق يعمله لأنه سجل حلقته فل. قال له للإعلامي وليد عبود كنت بدي أجيب الاتفاق أحطه على الطاولة تنقريه. إنا نحن لأنه هو سجل الحلقة وسافر وبده جمعة يرجع تما يضلوا اللبنانيين متشوقين ومنتظرين أنه يبر بوعده بكشف بنود الاتفاق. كشفنا ما يجب كشفه، وبالتالي هذا ليس استفزازا، هذا دعوة بينها نقدر شفت الاتفاق شفنا له يتكرم عينه. اثنين، أنا قلت من أسابيع وبدي عدلك اليوم، ما حدا يراهن على إحراج القوات لإحراجها. القوات نعم أم الصبي، والقوات نعم ما رح تقبل ينفسخ الصبي. بس القوات خليني عيدها بركي حدا ما سمعها، ما رح تقبل هالصبي يربى بميتة. بدها تشارك بتربيته، بدها تشارك بإدارة الدولة.
كما يحق لها سياسيا وتمثيليا وشعبيا، وكل محاولات احراجها لاخراجها اذا نجحوا فيها مبروك عليهم، بس نحن ما رح نقدم هالهدية مثل ما تفضل الاستاذ رامي بموضوع التمثيل. امبارح الدكتور سمير جعجع بيقول بما معناه انه بعشاء لمصلحة النقابات بالقوات اللبنانية، بيقول او بما يشبه الايحاء هيك بصحيفة اللواء اليوم، اوحى بتلميحات الى امكانية التخلي عن المشاركة في الحكومة، عندما قال نحن ان وجدنا اننا لن نكون فاعلين او قادرين على التغيير في الحكومة العتيدة فلا فائدة من مشاركتنا، وما نصارع من اجله اليوم ليس حجم الحصة الوزارية التي ستحصل عليها وإنما من أجل أن نستطيع أن نكون أدى. طيب شو معناتها هذا الحكي؟ معناتها ما رح نقبل بالتمثيل بالحكومة إلا ما بيكون تمثيل فاعل وقادرين نعمل added value بالأداء الحكومي كما فعلنا سابقا، وسنصل إذا هذا الهدف. مش معناتها ما رح نشارك، بدنا نشارك بس بدنا نشارك بفاعلية. ما بتكون نشارك إذا ما كنا فعالين، بس بدنا نشارك وبدنا نشارك بفعالية. كم وزير بتكون؟ هلأ وين صارت المفاوضات؟ الأهم بكل هذا الموضوع، وخلافاً للمنطق اللي تفضل فيه معالي الوزير رشيد، نحن بدنا الاعتراف بأنه لا محظورات ولا فيتوات على القوات اللبنانية، والبقية قيد التفاوض في الغرف المغلقة، مش بهالطريقة بتتشكل الحكومات. بدنا نتمثل كما نستحق، نطالب بمن تعهد أن يفي بتعهداته، نطالب العهد بأن يعود لرعاية لم الشمل من أجل دعمه وإنجاحه، والبقية تأتي بالغرف المغلقة مش على وسائل. رح يكون في لقاء بين دكتور سمير جعجع والوزير باسيل، أم طار هذا اللقاء؟ كمان بدي أذكر أنه بالرغم من أنه عوض على بدء سمير جعجع، مع احترامنا لفخامة الرئيس، ند رئيس الجمهورية مش ند رئيس الحزب، ولكن اعترف بأنه هذا رئيس حزب ورث رئيس الجمهورية. ليش ند رئيس الجمهورية من رئيس حزب لرئيس حزب؟ خليك معي. هلأ محاولة تزعيم الوزير باسيل كما جرى توزيره مش على ظهرنا ولا عن طريقنا، هو اللي قطع الاتصال والرئيس اتمنى إعادة الاتصال، قلنا حاضرين طلعوا مش مستعجل، ما نكون نحن مشاربين يعني وما حدا عارف. أهلا وسهلا فيك رئيس حزب لما بيطلب موعد تيلتقى بالدكتور جعجع، بس أكيد 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 مش نحن اللي عم نفتش كيف بدنا نلتقى فيه، بس مش عم نهرب من اللقاء فيه، تنفهم تنحط بهالإطار الطبيعي، نحترم وجوده ونعترف بوجوده، لا نستهدف إلغاء أحد، بس بالحقيقة كل واحد ينتبه قد ايه حجمه وما يقول أنا الدولة والدولة أنا، لأنه ببطل في دولة. نعم، أنا بشكرك كثير على هذه المداخلة سعادة النائب السابق في القوات اللبنانية أنطوان زهرة، شكرا جزيلا لك. قبل ما نروح للجولة للصحف، استاذ رامي عندك تعليق على كلام استاذ أنطوان؟ يعني عبر استاذ أنطوان عن رأي القوات اللبنانية من مسار تعثر هذا التفاهم، وافتكر حكي عدد من النقاط اللي على قدر كبير من الأهمية اللي بتصب بمكان آخر بمكان معين، بالشيء اللي كنا عم نحكي صحيح. موضوع التوازنات بالبلد وموضوع يعني مراعاة يعني هذه التوازنات وضرورة مراعاتها في تأليف الحكومات، والمعادلة كتير سهلة، بقدر ما نقترب من مراعاة هذه التوازنات واحترامها بقدر ما تتألف الحكومة بشكل أسرع. نعم، رح انتقل لزميلتي كلارا جحا، جولة سريعة على مقتطفات اخترتهم لنا من الصحف، نعود بعد ونتابع هذا الحوار وندخل خلينا نقول أعمق في موضوع الحزب التقدم الاشتراكي، في مواقف النائب وليد جملاطه، لوين ممكن أن تذهب الأمور أبعد من ذلك. تفضلي كلارا. شكرا.
شكرا لك سمر. نبدأ الصحف اليوم من النهار تحديدا ومن افتتاحية النهار التي كتبها الرئيس حسين الحسيني في مقال تحت عنوان في مرسوم التجنيس المزعوم. مقتطفات من هذا المقال: إن التجنيس بمعنى منح الجنسية اللبنانية لأجنبي، وهو ما يحاول المرسوم المذكور الإقدام عليه، لا نص عليه معمولا به في القانون اللبناني، بل إن القانون الأساسي أي الدستور قد نص في مقدمته على منع التوطين. يقول الرئيس حسين الحسيني: ينص المرسوم المذكور على ما يأتي: مرسوم رقم 2942 قبول في الجنسية اللبنانية، إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، بناء على القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وتعديلاته. ويقول الرئيس الحسيني: أما بالنسبة إلى القرار 15، والتسمية الدقيقة هي القرار 15S الصادر عن المفوض السامي في 19 كانون الثاني 1925، فلا حكم فيه يوفر صلاحية منح الجنسية اللبنانية لا لرئيس الجمهورية ولا لمجلس الوزراء الذي تؤول إليه هذه الصلاحية، إن كان نص عليها بعد نفاذ القانون الدستوري سنة 1990 والذي قضى بإناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ذلك أن المادة الثالثة من القرار 15S التي كانت تنص على تلك الصلاحية لرئيس الدولة صاحب السلطتين التشريعية والإجرائية زمن الانتداب الفرنسي أي المفوض السامي الفرنسي قد ألغيت، فلا سبيل إلى اعتبار المادة 3 من القرار S15 قد تم إحياؤها، وذلك لأن القرار بإلغائها أي قرار المفوض السامي 122 ما زال ساري المفعول. ويضيف الرئيس حسين الحسيني: في أي حال ليس من شأن إلغاء الإلغاء أن يحيي النص الملغى في صورته الأصلية ما لم يقترن بالتعبير الصريح عن ذلك الإحياء بما لا يدع مجالا لأي شك. أما الاحتجاج بما قد يكون من الفراغ التشريعي بإلغاء المادة المذكورة، فكيف يكون فراغا في ظل تحريم التوطين في مقدمة الدستور؟ إن ما يعتور مرسوم التجنيس المزعوم من العيوب في الإعداد وفي البناء وفي التعليل وفي النشر وفي التوقيت لا ينبغي أن يصرف النظر عن بطلانه بطلانا تاما لانعدام الصلاحية في إصداره قانونا ولفساد دوافعه وآثاره أخلاقيا ووطنيا ولمنع الإقدام عليه دستورا من قبل ومن بعد. وكأن ذلك الإطناب في ذكر العيوب والتظاهر بالعمل على إصلاحها سبيل إلى إعادة الاعتبار إلى ذلك المرسوم الساقط بعد أن فشلت عملية تهريبه تهريبا. ويختم الرئيس حسين الحسيني في النهار والأمر نفسه بالنسبة إلى ما سبقه من المراسيم الممثلة. وإلى الأخبار وقضية الأخبار والمانشات أو الصفحة الأولى، العنوان: سرقة داتا من الأجهزة الأمنية، عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان تستهدف شركات كبرى. أيضا مقتطفات من هذا المقال: اختراق إلكتروني كبير شهدته البلاد في الأشهر الماضية جرى اكتشافه قبل نحو أسبوعين. إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت تعرضت لمحاولة اختراق شديدة الاحتراف، فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية. أحيل الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تمكن من تحديد المشتبه فيه، جرى توقيفه مع زميل له. التحقيقات توسعت فتبين أن الموقوفين كانا ينفذان هجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة معلومات وبيانات من شركات خاصة ومؤسسات رسمية، والأخطر من أجهزة أمنية. كذلك جرى في اليومين الماضيين توقيف أشخاص إضافيين بينهم قريب لرجل أعمال نافذ جدا، وسعى أحد النواب الجدد إلى تغطية الموقوف، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أصر على استكمال التحقيقات حتى نهايتها. وفيما تجرى التحقيقات بسرية وترفض المصادر الأمنية والقضائية الكشف عن تفاصيل القضية، قال معنيون بالملف للأخبار إن عملية القرصنة هي الأكبر في تاريخ لبنان، إذ إن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة معلومات عبر القرصنة الإلكترونية من أجهزة أمنية ومن شركات خاصة كبرى، كما أنهم أحدثوا اختراقا في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي من دون أن يعرف حجم الضرر الذي تسببوا به. ولفتت المصادر إلى أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون المعلومات
التي يحصلون عليها عبر القرصنة إلى جهات يجري العمل على تحديدها. وتحدثت المصادر عن فضيحة كبرى في المعلومات التي تمكنوا من سرقتها، إضافة إلى فضيحة أخرى متصلة بأنظمة الحماية في هيئة أوجيرو. فقد تمكن المقرصنون من السيطرة على البريد الإلكتروني لأوجيرو والتحكم به واستخدامه للبعث برسائل لمن يشاءون. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأخبار ننتقل إلى اللواء التي كتبت في المانشيت. أوحى مصدر للواء أوحى بتلميحات إلى إمكانية التخلي عن المشاركة في الحكومة من قبل القوات اللبنانية، عندما قال: نحن إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة العتيدة فلا فائدة من مشاركتنا، وما نصارع من أجله اليوم ليس حجم الحصة الوزارية التي سنحصل عليها، وإنما من أجل أن نستطيع أن نكون أدى. إلا أن مصادر مطلعة استبعدت أن يقدم جعجع أو يقدم على خطوة انقلابية من نوع التخلي عن المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن الرئيس المكلف لا يستطيع أن يتحمل خطوة كهذه تجعله مكشوفا لوحده أمام العهد الذي عمل وجعجع على إيصاله، علما أن الحزب الاشتراكي يعيش بدوره في الأجواء نفسها في حال أصر التيار الحر على إشراك النائب طلال إرسلان في الحكومة من باب الحرص على الثنائية الدرزية. ننتقل إلى الجمهورية ومقال لعماد مرمل: عون لن نفلس ولي رأي في الحكومة ولا وقع فقط. في مقابلة مع الرئيس ميشيل عون يقول عماد مرمل نقلا عنه أو يصف عون المطمئن إلى الغد يتابع مباريات كأس العالم كلما تسنت له الفرصة، هو في المبدأ يشجع اللعب الجميل يتابعه بشغف، لكن عند سؤاله عن هوية المنتخب الذي يشجعه لا يخفي حماسته للمنتخب البرازيلي. في السياسة يقول عماد مرمل: فيما يحرص عون على تفادي الانزلاق إلى الزواريب الضيقة، يوضح أن استقباله لكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يندرج في سياق إصراره على تثبيت الاستقرار الداخلي والفصل بينه وبين أي خلافات أو تجاذبات سياسية. يقول عون: أنا بي الكل، وانطلاقا من هذه الأبوة الوطنية أسعى إلى احتضان الجميع وتصويب المسار متى انحرف، هذا هو واجبي الذي أؤديه بأمانة. وحين يسأل رئيس الجمهورية عن السقف الزمني لتأليف الحكومة يجيب: المسألة تتوقف على المعنيين بتأليفها، وأنا أفترض أن الجميع يتحسسون مسؤولياتهم ولا بد لهم عاجلا أم آجلا من تسهيل ولادة الحكومة. ويضيف مبتسما: السوق لا تزال في بدايتها، وفي لحظة ما سيلجأ الجميع إلى تخفيض الأسعار والتعامل بواقعية مع الأحجام. وعن انتقاد البعض مطالبته بحصة وزارية يتساءل عون: لماذا كان يحق ذلك للرؤساء الآخرين من الياس الهراوي إلى أمين لحود وميشيل سليمان، بينما يستكثرون علي مثل هذه الكتلة الوزارية ويصورونها شواذا عندما تصبح المسألة متعلقة بي؟ تفاصيل أكثر عن هذه المقابلة إلى الشرق الأوسط، حيث أوضح مصدر نيابي في اللقاء الديمقراطي للشرق الأوسط أن ما قاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القصر الرئاسي بعد لقائه الرئيس ميشيل عون باعتبار أن جزءا من العهد فاشل يؤكد أنه لم ولن يتراجع عن مواقفه وصولا إلى ما تطرق إليه بصدد الهدر والعجز في مؤسسة الكهرباء، جازما في الوقت نفسه بأن مسألة تشكيل الحكومة لم يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد، فلا النائب جنبلاط أشار إلى هذا الأمر ولا رئيس الجمهورية تحدث عنه أو كانت له تلميحات أو مطالب معينة بصدد موقف جنبلاط من الحكومة العتيدة. وأضاف المصدر: يبقى المؤكد أن رئيس الاشتراكي قبل اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعده ولاحقا لن يتراجع عن أحقية التمثيل الدرزي ربطا بنتائج الانتخابات النيابية، حيث الميثاقية لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، بمعنى آخر فاز 7 نواب من أصل 8 على اللوائح الجنبلاطية، والثامن أي رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال إرسلان ترك له مقعد شاغر. واستشهد هذا المصدر بالمعيار الذي طالما رفعه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لجهة التمثيل الأقوى في طائفته. تفاصيل أكثر في الشرق الأوسط، نختم مع الأنباء الكويتية، حيث توقعت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية عقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في باريس، حيث يمضي الرجلان إجازة عائلية. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف، فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث مع الزميلة سمر أبو خليل. برحب
فيكم من جديد مشاهدينا، وأتابع الحوار مع ضيفي مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ رامي الريس. أهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا أستاذ رامي. أهلا فيك. قبل ما نفوت على تفاصيل حزب التقدم الاشتراكي، شو رأيك باللي قرأناه بالصحف اليوم؟ أول شيء بمقالة دكتور الرئيس حسين الحسيني حول مرسوم التجنيس. يعني مقالة قيمة طبعا، الرئيس حسيني من حيث تجربته النيابية ومعرفته القانونية يقرأ بدقة، وبتعرفي حضرتك نحن قدمنا طعن أمام مجلس الشورى الدولي بهذا المرسوم، ولا نزال ننتظر القرار، وأتصور أنه اللبنانيين كمان بينتظروا من مجلس الشورى الدولي رأي فاصل في هذا اللبنانيين الموضوع. اللبنانيين بينتظروا، بس السلطات الدولة عم تنتظر رأي مجلس الشورى الدولي؟ يعني قبل جمعة الماضي كمان قرأنا مقال في صحيفة الأخبار يقول أنه الداخلية على ما يبدو ماشي إجراءات الإعطاء الجنسية، يعني ولو انه المفروض ننطر. هذا من اسوأ اسوأ الاشارات اللي ممكن انه نبعثها للبنانيين، انه ما في فصل للسلطات، انه السلطه القضائيه لا تزال قاصره ان تكون سلطه لها كلمتها الفاصله في الملفات الكبرى وفي الملفات القضائيه العاديه حتى، لانه بتصور اذا في جانب معين معطل فيه البلد بملفات مكافحه الفساد، بملفات تكريس الشفافيه، هو عدم إطلاق يد القضاء وفق القوانين والدستور، وأن يكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الملفات. وأنا بتخوف أنه نذهب إلى مرحلة يكون فيها تدجين أكثر للمؤسسات وللقضاء، وأن يفقد القضاء استقلاليته، وأن يفقد حريته، وأن يفقد قدرته على أن يتحرك في هذه الملفات، لأنه هذا سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستوى. هيدا يعني مثال من الملفات يلي عشرات الأمثلة للأسف. طبعا ما بدنا نكون عم نتعرض للقضاء في قضاة عندهم قدر كبير من النزاهة، دائما ما فينا نعمم بكل طبيعة بكل الحال، بس احنا عم نحكي عن فكرة قيام السلطة القضائية المستقلة التي لا نزال ننتظرها، وهي من العناوين الكثيرة التي لا تزال معطلة بالطائف. قبل شوي حكينا عن موضوع إلغاء الطائفية السياسية، ما عاد حدا عم بيحكي فيها هاي المسألة، علما انه الدستور ينص انه تؤلف هذه الهيئة الوطنية للبحث بإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المجلس. صارت مطالبة فيها بتضحك، شفتي؟ بتضحك إيه؟ لما عم نحكي عن الطائفة، كل واحد عم يحكي عن طائفته، صار بضحك الموضوع للأسف. يعني للأسف هون نعمم على الكل، لأنه كل واحد بالنهاية عم يركض ويرجع يتخبى بطائفة. للأسف النظام الطائفي يضع الأحزاب في هذا القمقم إذا صح التعبير، ونحن على الأقل فيما يعنينا رغبتنا الجامحة طبعا أن يكون هناك وصول إلى مرحلة يتم فيها إلغاء الطائفية السياسية، ولكن للأسف صار مجرد طرح الموضوع غير أنه بضحك مثل ما حضرتك كانت ردة فعلك، مرفوض بالكامل من قبل القوى السياسية. بتذكر لما الرئيس بري من كم سنة طرح إنشاء الهيئة، صحيح، ما طرح إلغاء الطائفية السياسية، طرح إنشاء الهيئة. بس هيك على القليل كل واحد عم يطبق الطائف، يعني شوي حتى لو كان بالشكل مش بالمضمون 100%، لأنه كلنا بنرجع بنركض على حال. أي تجاوز للطائف، هلا هذه بين مزدوجين، أي تجاوز للطائف أو التفاف على الطائف، لأنه كمان طلع تصريحات إنه الطائف تم تعديله بالممارسة، وهذا الشيء بيصب إطار يعني تحقيق مراكز قوى لأطراف معينة على حساب أخرى، كمان هذا لعب بالنار إذا صح التعبير، لأنه اتفاق الطائف مش إنه منزل، بس بالآخر إذا مشكلة الكهرباء ما نقدر نعالجها، بدنا نقدر نعمل صيغة ميثاقية جديدة تحل محل الطائف. وهون يعني الدعوة المتكررة للمؤتمر التأسيسي، يعني بدها حرب أهلية جديدة، يعني لحتى أنت بتعرفي الطائف ولد بلحظة تقاطع إقليمي دولي كبير، وإلا لما كانت انتهت الحرب. إيه بس كمان عم نعرف إن الطائف ولد ظرفياً لمدة سنتين زمان، لكن رجع البلد لم حاله، مش هيك قال وقتها إنه مرحلة انتقالية؟ لا، وقتها كان حكى عن سنتين ثلاثة للانسحاب السوري وما حصل. بس هو الطائف دخلت بنوده بالدستور، ولكن في بنود غير مستكملة. بس بصرف النظر هل الظروف مؤاتية إقليميا ودوليا اليوم للتفاهم على صيغة ميثاقية سياسية جديدة بديلة عن اتفاق الطائف؟ فالتكرار الدعوي للمؤتمر التأسيسي من قبل بعض الأطراف خارج سياقها وخارج زمانها. خلينا نلتزم بالحد الأدنى اللي تفهمنا عليه ونطبق مطرح ما لم يطبق.
اليوم كمان كان ملفت بالصحف تنمروا عليها لأنه هيدي بدها أجوبة اختصاصيين. يعني عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان تستهدف شركات كبرى سرقت داتا من الأجهزة الأمنية. يعني هذا ملف صحيح بده اختصاصيين، بس إذا صحيح المعلومات ملف خطير جدا ويفترض أن يتابع والقضاء يوضع يده على هالموضوع. رجعنا على موضوع القضاء، نرجع على قضاء هون، نرجع للنقطة الأساسية اللي هي بأنه القضاء هو أساس ببناء طبعا الدولة، وأساس بسياق الحكم، والأساس صحيح بكل شيء. على أمل أنه نوصل لهذه المرحلة اللي بيصير عنا فيها قضاء نظيف بالكامل، وقضاء قادر فعلا أنه يحكم بالعدل الذي هو أساس الملك. طيب، لن نتنازل، ما في مراجعة بالتنازل من قبل النائب وليد جملاط بموضوع ثلاث وزراء الدروز انه يكونوا من حصته، وبالقصر الجمهوري وخلال لقائه رئيس الجمهوريه رجع اكد برا بانه ايه يعني اصر بقي مصر على كلمه، اول شيء عدم التنازل، وثاني شيء انه فشل العهد، يعني هو بعده مصر على هذا الكلام. أول شيء خليني أبدأ من اللقاء مع فخامة الرئيس. كنا كلنا متشوقين وناطرين أنه نشوف شو هو الموقف اللي بده يطلع، وبماذا سيخرج النائب وليد جملاط من عند رئيس الجمهورية. وإذ فاجأنا أنه ظهر وقال ما حكينا بالحكومة، حدا عم بيخبي شيء أو بفتكر ما بده يعني يحكي بصراحته المعهودة والمعروفة عنه وليد جملاط، قال ما فتح معي الموضوع وما حكينا بهذا بملف تأليف الحكومة. شو يلي دفع فخامة الرئيس انه ما يناقش هالموضوع مع وليد جملاط؟ يعني يسأل عنه فخامة رئيس الجمهورية. بالآخر وليد جملاط تلقف مبادرة الرئيس عون إيجابيا بالاتصال فيه وزار القصر، ونحن يعني شيء بالشيء يذكر، نحن بنهاية المطاف حتى لو يعني أعلن وليد جملاط موقفه والتي أكد انه لن يتراجع عنه بأنه يعتبر العهد فاشلا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك احترام لفخامة رئيس الجمهورية أو تقدير لموقعه، ولكن نحن عنا وجهة نظر سياسية من طريقة إدارة الأمور بالبلد، وعبرنا عنها بكثير من العناوين، وبيقدروا يعني الأطراف المعنية بالدفاع عن العهد أن تحاججنا بالبراهين والمضمون السياسي، مش السباب والشتائم، اوكي، يردوا علينا بالسياسي ونتناقش بالسياسي. بالاخر نحن ست سمر حتى اشعار اخر، نحن بنظام ديمقراطي، لا لنا حق كحزب سياسي نطلع نعطي وجهه ديمقراطي نظر، ديمقراطي توافق، ديمقراطي توافق كنا عم نحكي عنه قبل شوي. بس هو اذا في ميزه بعد لهالديمقراطيه اللبنانيه على هشاشتها هي حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية الموقف، وبالتالي هذا موضوع لا تراجع عنه لناحية الحق بالتعبير عن الرأي السياسي. هلأ موضوع التمثيل الدرزي، كيف بلش ما سمي عقد درزية؟ بلشت العقد الدرزية عندما تم استيلاد كتلة نيابية من أربع أعضاء. وهلأ بتعرفي تذكرت شو اللي حكاه الوزير باسيل عن المعارضة السنية، شو قال؟ شو قال؟ قال انه كل منه ما في شيء ما جامعهم مع بعض، وما فيهم يكونوا هون وهون ويجمعوا بعض ويطلبوا وزير. مش نفس الشيء بحالة التمثيل الدرزي؟ ليه؟ مش كل واحد من ميلي وما فيهم يكونوا هون وهون؟ الأمير طلال أرسلان هو جزء من التكتل أو من كتلة، هلأ صار جزء قوي، هلأ صار جزء من الكتلة. بنهاية المطاف حتى يعني عم بفتكر صار الموقف واضح ومعروف، حواز الحزب التقدم الاشتراكي على 7 من 8 نواب من الطائفة الدرزية، والمقعد الثامن معروف ظروف وهبه، تؤكد أنه يحق لهذا الحزب أن ينال التمثيل الدرزي كاملا، وهذه المسألة لا تراجع عنها. بس اليوم ما فيك تلغي وجود وحيثية الأمير طلال أرسلان، وإن كانت أقل من حيثية الحزب التقدمي الاشتراكي. اليوم تاريخيا ربينا على اليزبكي والجنبلاطي بموضوع الدروز في لبنان. ما فيك يعني أنت اليوم عم تسكر بيت،
انت اليوم عم تسكر بيت سياسي عريق له باع طويل بالسياسة وبالنهاية الأرقام منا كتير اللي بده يسكر غلط بيت. يعني اللي بده اليوم إذا عم يحكوا بتلتين بتلت على ساحة درزية أول شيء اللي بده يسكر بيت ما بيترك مقعد شاغر أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، واللي بده يسكر بيت ما بيوافق على تعيين وزير أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، فاسمحوا لنا. طب اليوم ليش عدم الموافقة؟ أعطيني سبب مبرر لعدم الموافقة. لأنه في خيارات سياسية كمان مختلفة وفي أحقية بتمثيل بنتائج انتخابات. بفتكر صارت واضحة المسألة، يعني نحن ما وصلنا بعد لمرحلة نطلع يعني نقول إنه الوزراء الدروز هن بالآخر. بتتذكري في مراحل كانوا يتسموا الوزراء من الرابية حتى قبل تأليف الحكومة، مش هيك؟ يطلعوا يتسموا الوزراء، أسماء الوزراء تعلن من الرابية. في شو يعني؟ يعني في ضرب لحتى شكليات التأليف لم تكن تراعى. نحن ما وصلنا لهالمرحلة، نحن ما عم نحكي بالمضمون، عم نقول بالمضمون السياسي بالمضمون التمثيلي هذه المسألة محسومة ولن نتراجع عنها. اليوم بس بالمنطق يلي بيترك، بتقول إنه بيترك محل شاغر وتتغنى بهذا الأمر، عم تقول إنه يلي بيترك هيدي المحلات الشاغرة عم نذكر بالوقائع. طيب يعني إنه عم بتقول إنه ما في نيات سلبية تجاه المير طلال أرسلان أو لإقفال بيت سياسي. طيب اليوم اللي بيكون عنده هذه السابقة عملها أول مرة وتاني مرة وتالت مرة بالنيابة والحكومة، شو اللي بده يمنع يعملها اليوم؟ هل هي جاءت ردة فعل، يعني إنه هي ردة فعل على مثلا كلام الوزير جبران باسيل أو ردة فعل على كلام نقال قبل في خيارات سياسية قبل الانتخابات؟ نهاية جبران باسيل مع الوزير قال إنه لم يعد وليد جملاط الحاكم الأوحد بالجبل. أنا مش معني بالرد يعني على الوزير جبران باسيل لا بهاي النقطة ولا بغيرها، وبالأساس نحن ما عنا رغبة لا نفتعل سجال لا معه ولا مع نوابه، لا لقدام ولا جديد اللي عملوا تمرين إعلامي ممتاز آخر جمعتين ثلاثة، كلهم عملوا تمرين إعلامي بالهجوم على وليد جملاط وعلى التيار الوطني الحر. نحن مش معنيين بهذا السجال، ونحن ما عنا هيدي العقدة. بالآخر حضور وليد جملاط بالجبل، حضور الحزب التقدم الاشتراكي بالجبل، منه ناطر شهادة الوزير باسيل، أكدته صناديق الاقتراع في كل الدورات المتتالية، وأكدوا هذا الالتحام التاريخي بين هذا الخط السياسي وبين أهالي الجبل. وأنا بستغرب هذا المنطق، لأنه برجع بقول إذا كان في طرف حريص على حماية التعددية والتنوع بالجبل هو نحن، من خلال الإصرار حتى هالمرة رغم أنه قانون الانتخاب النسبي لم يكن يتيح فكرة اللوائح الائتلافية كما هي الحال بالقانون الأكثري، حرصنا أن تكون اليد ممدودة وتشاورنا وتفاوضنا مع التيار الوطني الحر ومع المير طلال ومع القوى السياسية الأخرى بالجبل للتأكيد على محاولة إنتاج لائحة توافقية تحمي المصالحة بالجبل، تحمي التعددية بالجبل. لم يكن هناك رغبة بهذا الموضوع، ممتاز، رحنا على انتخابات ديمقراطية وحضارية لم يحصل فيها يعني ضربة كف إذا صح التعبير، طبعا إلا الحادث الفظيع بشويفات اللي حصل، واللي تمنع المير طلال عن تسليم المشتبه فيه بهذا الموضوع القاتل، وحصلت الانتخابات. كيف عم تظلمه للمير؟ بشو عم بظلمه؟ يعني حط حاله بتصرف الدولي يعني، وكان متعاون ومتجاوب مع الدولة. خليني ما أرجع فوت كتير بهذا الموضوع حتى ما نرجع يعني نوتر الأجواء بشوي فات، بس بفتكر الوقائع معروفة، يعني ما بدنا نستخف بعقول اللبنانيين، يعني حماية المتهم وإيوائه بخلدي مش سر على حدا ثم تهريبه. على كل حال وبالتالي يعني هذا العنوان السياسي الأساسي يلي حكينا فيه، يلي هو مسألة حماية التنوع والتعددية بالجبل، رحنا على انتخابات وحققنا هذا الفوز في الانتخابات. الآن عليهم أن يتعايشوا مع فكرة أنه محاولات الإقصاء لم تنجح. كيف بدهم يتعايشوا معها؟ بترجع لهم. بس اليوم في من يقول أنه اليوم النائب وليد جملاط والحزب التقدم الاشتراكي بالنهاية عم يمرقوا بهزات،
ما نهينا بهالزيت وجودية، خلينا نقوله بهالزيت تكريس زعامة أكثر فأكثر، وخصوصا مع انتقال الزعامة من أو القيادة خلينا نقول السياسية من النائب وليد جبلاط إلى نائب تيمور جبلاط، وفي خلينا نقول يعني في ديكالاج بالوزن وبالحنكة والخبرة السياسية بهذا الموضوع، وبحاجة الحزب التقدم الاشتراكي وخاصة بعد نتائج هذه الانتخابات إلى مزيد من الإمساك بالساحة الدرزية. ليش؟ اليوم في أرقام من هينة، سواء كان رقم النائب أم كان رح يصير نائب مع الوزير السابق وئام وهاب، وحتى أرقام طلال أرسلان من عادية، يعني هي متقاربة جدا خلينا نقول بعلي. هل هذا هو الواقع الذي يمنع الحزب التقدم الاشتراكي من توزير طلال أرسلان، أنه بحاجة إلى مرة جديدة البصم وتثبيت إمساكه بالأرض وبالساحة الدرزية تماما؟ نحن بالآخر من المدرسة الواقعية صح التعبير، بطبيعة الحال الناس بتعبر عن وجهة نظرنا ونحن بنحترم آراء الناس سواء كانت معنا أو مش معنا، وبالتالي صحيح في أرقام يفترض أن تقرأ بهدوء لنتائج انتخابات الجبل وغير الجبل، وفي تدني نسب التصويت بالانتخابات بكل لبنان أيضا يفترض أن تقرأ كرسالة جماعية من اللبنانيين تجاه الأحزاب يعني. تجاه القانون وللأحزاب السياسية التقليدية بين الزوجين ولما سمي المجتمع المدني الذي أيضا يعني لم يحقق ربما ما كان يتوقع منه البعض، كمان تدني نسبة التصويت هي رسالة أيضا للمجتمع السياسي بأكمله أنه هناك حالة اشمئزاز صح التعبير من اللبنانيين وفقدان الأمل بإمكانية إحداث تغيير جدي على المستوى العملية السياسية بالبلد، وبالتالي نحن ما عنا عقدة بهذا الموضوع. نحن ولا مرة أخذنا يعني مسألة الحضور السياسي والشعبي مثل ما بقولوا بالإنجليزي for granted، يعني أنه هي تحصيل حاصل. لا، نحن حزب ناضل على مدى سنوات وعلى مدى عقود، تواصل مع الناس ومع شرائح المجتمع المختلفة على كل المستويات، ونحن ما بنعتبر أنه العمل السياسي مرتبط بمرحلة الانتخابات، والدليل المستمر هو أنه دار المختارة دار مفتوحة من مدى على مدى سنوات للمواطنين لمتابعة قضاياهم وشؤونهم ومحاولة معالجة قدر الإمكان هذه المسألة، ونتعاطى مع هذا الأمر بواقعية كاملة. بس اليوم لمصلحة مين هذا التوتير يلي عم بيصير على ساحة الجبل يرجع يصير توتير مسيحي درزي؟ بدك تشوف يعني كلنا بنعرف وانت اكثر حدا بيعرف انه التوتير بيقولوا انه بالسياسه عم نلعب بالسياسه، كلنا بنعرف انه اللعب بالسياسه ينعكس سلبا على الارض قد ما تجرب انك تجمل هذه الخبريه. يعني اليوم في موضوع المصالحه يلي اليوم كمان زميل هيام قصيفي كاتبه بهيدا الاطار بصحيفه الاخبار، موضوع المصالحه وعطول هذه الحاجه الى ترميم هذه المصالحه وعطول التذكير فيها وعطول نحكي عن موضوع المصالحه قبل الاستحقاقات الكبيره والمهمه ومنهملها كل السنه. نحن فيما يعني الواقع على الارض، نحن بالنسبه لنا خطاب المصالحه هو خطاب ثابت، سعينا قدر الإمكان مع كل الأطراف السياسية بالجبل اللي متفقين معه واللي مختلفين معه أن نصل إلى تفاهم يرتكز على قاعدة أن هذه المصالحة يفترض أن تبقى بمنأى عن أي تساجل سياسي باليوميات السياسية فيما بيننا، ونجحنا في هذا الأمر مثلا مع القوات اللبنانية. يعني يمكن نحن مع القوات تحالفنا انتخابيا وخدنا لوائح مشتركة، بس ممكن بعض الملفات ما نتفاهم عليهم، ولكن مسألة المصالحة تبقى بمنأى عن هذا الموضوع. بس اليوم عندك ثقل تيار وطني حر اليوم بالجبل كمان، يعني ما فيك تضلك حاصر القصة بينك وبين القوات اللبنانية. منا حاصرين، والدليل حاولنا أن نتحالف أيضا مع تيار وطني الحر ولكن لم تسر الأمور بهذا الشكل. بس بدك تشوفي لما عم تحكي عن توتير بدك تشوفي اللي بيرجع بيحكي بخطاب التوتير الذي ينكر المصالحة، الذي يحاول أن يفرغها من مضمونها، الذي يتحدث عن العظام والجثث ونبش القبور، هذا يلي برجع يعني بيوتر الامور. وحاكي الزميله هيام عن هذا الموضوع ايضا بمقالتها اليوم بجريده الاخبار، وطارحه سؤال كمان كثير مهم
أنه ماذا قامت القوى والقيادات المسيحية، قالت أنه مسؤولية المسيحيين على قد مسؤولية مشتركة للكل، ونحن بالنسبة لنا المصالحة هي إنجاز من أبرز الإنجازات الوطنية التي تحققت بعد. في شيء بيرجع بيهدد هذه المصالحة وإن الثقل السياسي كان كبير؟ إن شاء الله لا. على كل حال أنا بحيلك لمئات المواطنين بالجبل من إخواننا المسيحيين الذين تلقفوا بكثير من السلبية خطابات التوتير التي كانت تتعرض للمصالحة، على قاعدة أنه نحن تجاوزنا هذا الأمر ونحن رايحين على عيش مشترك ونحن أسقطنا الحواجز السياسية والنفسية ولا نريد إعادة إنتاج هذا الخطاب. وفي كل مرة كان يتحدث الوزير باسيل بهذا المنطق كان يعني هناك تململ عند الأوساط الشعبية في منطقة الجبل من كل الاتجاهات، لأنه فعلا اللبنانيين بالجبل وغير الجبل، بالجبل تحديدا عندهم رغبة كبيرة بأنه يتجاوزوا هذه المحطة الأليمة ولا يريدون استعادتها. ماذا لو بقي الوزير جبران باسيل وبقي التيار الوطني الحر مصر على قضية توزيع الميل طرال أرسلان ويمكن ما بعرف يروح فيها للآخر؟ نحن رايحين للآخر. شو بنعمل؟ شو يعني رايحين للآخر؟ قال نائب وليد جبلاط فليشكلوا. نحن مستمرين نخلي يتجرأوا يشكلوا. رجعنا على كل حال طلعنا ما كان هذا الكلام صحيح بهذا المنطق، وضحناها بس بكل الأحوال نحن مستمرين بموقفنا، لن نتراجع عن هذا الموضوع، وبدهم هالقد مصرين بيقدروا يعطوا من حصتهم لا أكثر ولا أقل. نحن فيما يعنينا ثلاث وزراء دروس. نفس السؤال اللي طرحته على الأستاذ أنطوان زهرة، بيخرجوكم من الحكومة؟ لا ما قلت لي لن نعطيهم هيدا. لا طبعا لن نعطيهم هذه الهدية المجانية. وبفتكر إذا فعلا في توجه مش بنعرقل. نحن بتعرفي إذا بتراجعي كل تأليف الحكومات أكثر طرف سياسي كان يسهل تأليف الحكومات هو وليد جنبلاط، ودائما تنعكس بقواعدنا الشعبية إنه ليش نحن دائما بدنا نضحي وليش نحن دائما بدنا نتراجع، على قاعدة كان يعتبر إنه بالآخر خلي البلد تمشي مرحلة الرئاسي وغير الشغل الرئاسي. في حدا مراهن هلا نحن ما عندنا هدف التعطيل، بس احنا متمسكين بالتمثيل الذي ثلاث دروز ولن نتراجع عن هذا الأمر. في حدا قال انه ممكن انه تنحل هذه العقدة مع النائب وليد جملاط اذا اخذ حقيبتين وازنتين، ممكن انه يقبل بوزيرين ووزير مسيحي، يعني عملية بدل بينه وبين هلا هذا الأمر مش مطروح. بعدين التزاحم على الحقائب ما بيجعل الخيار كتير منطقي يعني. شو يعني؟ واضح التزاحم على يعني بعد ما حسمنا قصة الأحجام والأوزان وبلش التزاحم على الحقائب الأساسية بس الجميع عم بيزاحم الجميع. يعني طبعًا. مش انه هن عم بيزاحموا وانتوا يعني انا شيء قديسين بهذا الموضوع. ولا مرة ادعينا القداسة. شو طالبين وزارات الحد؟ طلبنا وزارة الصحة، طلبنا وزارة الزراعة. وافتكر عملنا تجربة ناجحة بوزارة الصحة مع رفيقنا وائل أبو فعور، تستحق أن تتكرر. وحتى رفيقنا أكرم شهيب لما كان بالزراعة كمان عمل يعني شغل جيد، وبالتالي حقنا أنه طالب مثل ما غيرنا عم بيطالب. بس اليوم لما بنقول حقيبتين وازنتين، يعني إذا عطيوكم الصحة وحيد السؤال بطريقة غير مباشرة إذا بركة بياخد شيء منك، إذا عطيوكم الصحة والزراعة تقبلوا تبدلوا وزير الصحة والزراعة عم نطلبهم مع ثلاث على أساس كنا عن ثلاث وزراء؟ ده شو التالتة؟ التالتة دولي مش مشكلة، نعرف توازنات نحن مش مشكلة. مش يعني هي بس أنت عارف إنه وزارة الصحة اليوم في تزاحم كبير عليها. صح. يعني لو بيت لبنانية بدها إنه تضل وزارة الصحة مع حزب الله بده تكون وزارة الصحة معه، يعني مش هينة صارت ال مش هينة. هيدي بالآخر يعني مشان هيك صارت يعني إنك تحصل على طلبك مثل ما أنت طالبه، هيدا ترف يعني. أنا برجع بقول لك شغلي، نحن فيما يعنينا المراكز المناصب ولا مرة كانت هدف بحد ذاتها، الخدمة العامة هي الأساس، واللبنانيين بيتوقعوا، وأنا بحط حالي محل المواطن اللبناني، بعرف إنه هذا النوع من الكلام ما بيستسيغه المواطن لما بيشوف القوى السياسية عم تتناتش المواقع والوزارات. للأسف إنه نحن موجودين بهذا الموقع، وللأسف إنه هذه المرة
عم نضطر ننتهج سياسة برجع بقول لك مغايرة عن السياسات اللي كنا نعتمدها سابقا، اللي هي دائما كانت التسهيل والتضحية وتسيير الأمور. بس توصل الأمور لمحل ما في تراجع فيها، ولكن بنهاية المطاف هذه هي يعني هذه الوقائع موجودة على هذا الشكل، ونحن بالآخر طرف سياسي موجود بالبلد له تاريخه، لأنه في ناس بيفكروا إنه بلش تاريخ البلد معهم، يعني بينسوا إنه في قوى إلى تاريخها إلى نضالها إلى موقعها. لا ماشي الحال، يرجعوا إذا معهم وقت يقروا شوية كتب تاريخ، بس لن نتساهل في هذا الأمر وسنسير فيه حتى النهاية. حتى لو طلب منكم سعد الحريري هذا الأمر؟ رئيس سعد الحريري متفهم لمطلبنا وموافق عليه. هلا طبيعي يكون موافق عليه ومتفهم لمطلبكم، لأنه يعني هو عم بيعاني عنده معاناة بهذا الموضوع. اليوم عنده 10 نواب سنة طالعين بأصوات السنة من خارج البيت المستقبلي وعم بيطالبوا بتمثيل. يحق لهم أول شيء أن يطالبوا بالتمثيل أم لا؟ ما هيدي بنرجع للمعيار، نحن لازم نرجع نحدد المعايير. بس نحدد المعايير بتنطبق على الكل. عن أي معايير عم تحكي؟ معايير تأليف الحكومات، يعني بده يرجع ينحكى بوضوح، مثل ما هلأ كنا عم نعطي المثل كيف الوزير باسيل عم بيقول شيء عن المعارضة السنية ما بيزبط، عن الواقع الدرزي بده يزبط وما بتزبط. المعيار واحد بده يكون هون وهون 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 بكل المحلات. مع كلكم عم تعطوا باسيت لبعضكم وتقدروا تتحججوا بنفس النقطة. يعني اليوم إذا كانت الحجة عند النواب السنة بأنه منن كتلة واحدة لحتى اللي يقدروا يتمثلوا، انه هل انه هيدا بالمنطق بيمشي؟ اليوم لما بتكون انت عم تجي طالب انه خلي الارقام تحكي، خلي الارقام التي افرزتها هذه الانتخابات تحكي، هيدي لها فيها ابن ست وابن جاري ولا تسري على الجميع؟ بدها ترجع تنشاف المعايير مثل ما عم نحكي. هلا شو بيمنع لكان ساعتها بكره يجوا اي خمس ست نواب يجمعوا بعضهم ويقولوا نحن كتلة يعطونا وزير، سواء بيلتقوا بالعناوين السياسية أو ما بيلتقوا أو خاضوا الانتخابات سوا أو اجتمعوا مع بعض. يعني هيدي المسألة اللي أنا عم بحكيها، بالآخر في نتائج الانتخابات اللي عم تقولي فرزت نتائج معينة، في معايير موحدة يفترض أن تكون لتأليف الحكومة تسري في كل الأمكنة، وعندها إذن تصبح عملية التشكيل أقل تعقيدا. بعد العودة من المملكة العربية السعودية من الزيارة التي قام بها النائب وليد جملوط، حسينا أنه تغيرت بعض الأمور. يعني أول شيء رجع النائب وليد جملوط من السعودية فتح النار على العهد، وشفنا أنه باتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري صار فيه خلينا نقول هيك شوية قرب وليونة بموضوع أكثر. فتح النار على العهد أنا بتفاجأ لما حدا يتفاجأ من موقف وليد جملوط. لا ما حدا بتفاجأ، لأنه يعني الملاحظات المتتالية التي أدلينا بها على مدى سنة ونص يفترض أن تكون قد مهدت لهذا، واللي بيقرأ سياسي بيعرف أن تكون قد مهدت لهذا الموقف، ما أنه مرتبط يعني بمسألة زيارة السعودية أو غيرها. نحن كان عندنا ملاحظات عديدة حول كيفية إدارة شؤون البلد، وبفتكر اليوم إذا بتسألي أي مواطن، بس اليوم كمان لما حدا بيعطيك ضوء أخضر بترتاح وضعك أكثر. لا مش مسألة ضوء أخضر، اسألي أي مواطن بالشارع اليوم بهالسنة ونص شو تغير إيجابا بحياته إلى الأمان؟ ماشي يعني العناوين المشبوهة في الصفقات في السمسرات تفاقمت، مش قلت، زادت أكثر، وربما هذا يكون أحد الدوافع لإحراج بعض القوى السياسية فإخراجها من الحكومة، لأن ذلك يتيح ربما إدارة يعني الصفقات بطريقة أسهل، يبطل في معارضة داخل مجلس الوزراء. بموضوع العلاقة مع الرئيس الحريري، نحن يعني علاقتنا تاريخية مع الرئيس الحريري، صحيح بيكون في طلوع ونزول إذا صح التعبير، هو الشيخ سعد بيستعمل هالتعبير دائما، على قاعدة أنه ما في تطابق كامل بوجهات النظر بين أي حزبين إلا إذا بده يصير حزب ملحق بحزب تاني يعني ويبصم له. نحن عنا رأي منعبر عنه، ببعض المحلات ممكن يتقاطع مع تيار المستقبل، بمكان آخر لا يتقاطع معه، ولكن هذا لا يلغي أنه نحن عنا علاقة تاريخية مع تيار المستقبل، ونقدر الرئيس الحريري دوره، ونحن إلى جانبه اليوم في عملية التأليف التي نأمل ألا تطول،
وبفتكر هو المرجع الأول في عملية التكليف، وقاد الأسبوع الماضي سلسلة يعني نعم. اتصالات سياسية في هذا المجال. حزب الله، العلاقة مع حزب الله جيدة من زمان، تفهمنا على ما سميناه تنظيم الخلاف السياسي. لا يخفى على أحد أنه وجهة نظرنا من يعني على الأقل الملف السوري لا تلتقي على الإطلاق مع حزب الله، ولكن في الملفات الداخلية نحن في نهاية المطاف ندرك أنه حزب الله قوة سياسية لها حضور الشعبي والتمثيلي الكبير في لبنان، ولها دورة في المعادلة السياسية، وفي ملفات كثيرة ممكن أن نتقاطع فيها. بالاجتماعات الأخيرة التي حصلت أكدنا على يعني خوض غمار هذه الملفات بشكل مشترك بعد تأليف الحكومة في طليعتها مسألة مكافحة الفساد التي يوليها حزب الله أهمية، ونحن أيضا نولي أهمية، ولا بد من كسر حلقة الفساد بالبلد. هلا الجميع يولي أهمية لهالموضوع، والجميع عنوان المرحلة من ما قبل الانتخابات لهلا كانت كل البروباغندا والسلوغانات تتحدث عن موضوع كسر الفساد وموضوع محاربة الفساد. عن ماكنزي. بس بعد ما حكينا عن ماكنزي، حكي عن ماكنزي، شو بدك تحكي عن ماكنزي؟ 1000 صفحة هلا ما بعرف إذا رح بمليون ونص دولار بقديه؟ 1,400,000 إيه. بس بدها دراسة طبعا، بدها دراسة طبعا. احنا من قبل اعترضنا حك ماكنزي ما مرقت بمجلس الوزراء. ايه نحن اعترضنا بتذكري. ما انتوا على طول للتاريخ الاعتراض. للتاريخ ايه. طيب شو ما نحن عنا كان عنا وزيرين بالحكومة، انه ماكنزي بالنهاية تاريخها وتجاربها في العالم ما بتشجع. هلأ حكيوا عن 4 قطاعات فقط، علماً أنه في قطاعات أخرى بالبلد تستحق الاهتمام. بدأ قراءة دقيقة طبعاً، ولكن ما بعرف إذا شو بعد فينا نغير التوصيات اللي عطيوها يعني ما كنا بنعرفها. إيه بس بعد فينا نغير شيء بالواقع يعني ماكنزي بدأ مراقبة، بدأ دراسة دقيقة. وبفتكر أنه الملف الاقتصادي الاجتماعي هو الأهم الذي يفترض أن يتصدر الأولوية في الحقبة المقبلة، وغير هيك بيكون عم نضيع وقت الناس. هذا هو الملف الأكثر أهمية. الوضع الاقتصادي سيء جدا، القطاعات بأغلبها مجمدة ومعطلة. استاذ رامي التنظير بهذا الأمر بالوقت يلي المعنيين مباشرة كلهم بيطلعوا كل واحد على حدة بيحكوا بالضغط وبهذا الموضوع، بس انه معلي انه صار وقت انه نحس مع الناس ونحس انه البلد عم يفرط من بين ايدينا وخلاص، يعني ان يتم تخطي كل هذه الامور ويعدوا بقى يتقلع الحكومة. نحن الطرف الوحيد اللي بفتكر الموضوع الاقتصادي بكرر موقفه فيه. في ناس ثانية ما عم جيب سيرة الاقتصاد. التحذير المتتالي لوليد جنبلاط موضوع الدين العام والعجز في الميزانية، حتى حكي فيه مع الرئيس عون يعني انه هذا ملف اهم بنهاية المطاف من كل الحسابات الاخرى. نحن عملنا ملف عن المؤتمر عن الكهرباء، وقدم الوزير حمادي خطة لحتى ما ينقال انه تعترضوا ما بتعملوا خطة. قدمنا خطة إلى مجلس الوزراء، خطة مبنية على آراء علمية وتقنية وفنية بعيدة عن الاعتبارات السياسية. من الآخر قطاع الكهرباء قطاع تقني يعني، وحلوله هندسية وتقنية يفترض أن تكون معروفة، ولكن أبدا إصرار على الخيار الأكثر كلفة والأقل استدامة. علما أنه نحن بحكومة تصريف أعمال، ولكن بالنهاية وزارة التربية ما كون مع الوزير مروان حمادي، ومبارحة شفنا الصرخة اللي عم بتصير في عنا مشكلة مدارس عم بتسكر صحيح. في مشكلة خلينا نقول ردة فعل المدارس يلي عم تطرد أساتذة بالمئات، في عملية طرد أساتذة بالمئات، وكله بسبب أنه هذا الضغط اللي عم بيصير على موضوع أنه إقرار السلسلة، وأنه نحن ما بقى فينا ندفع. علما أنه مدارس بمجملها كلها دبحت الأهل، يعني أقل مدرسة زادت من 600,000 وطلوع. مبرر هذا الموضوع للمدارس؟ لا بالآخر هذا ملف كتير صعب. تذكري لما كنا نحن رغم أنه كان موقف غير شعبي على الإطلاق كنا عم نقول موضوع السلسلة حق لكل من يعني يستحق هذه السلسلة، ولكن انتبهوا ممكن تفوتنا بنفق كبير مظلم بهذا الأمر بسبب عدم توفير الواردات، وبسبب لاحقا انتقالها إلى القطاع الخاص الذي أيضا متعثر بسبب الوضع الاقتصادي العام. لا بس في بعض الأماكن معك حق فيها، بس في بعض الأماكن هناك جشع غير مبرر،
لبعض القطاعات. على كل حال هذا ملف صعب وشائك، ونحن أمام معضلة حقيقية في هذا الأمر، كيفية الحفاظ على التعليم الخاص الحر في لبنان كميزة أيضا من ميزات لبنان، وعدم تحميل الأعباء بالكامل للأهالي الذين يتحملون الكثير من الأعباء بسبب غلاء المعيشة بلبنان. وإن شاء الله يعني يتم الوصول إلى حلول في هذا الموضوع. وهون بنرجع للموضوع الأساسي، ضرورة تعزيز المدرسة الرسمية في لبنان، لأنه المدرسة الرسمية تستحق كل الدعم وتستحق أن تكون فعلا ملجأ بشكل عم نطلب كثير بهيدا الموضوع. قبل ما أختم استاذ رامي، بالنهاية اليوم في حكومة بدها تتشكل، طولت ما طولت بالآخر صحيح. نحن مرئين بكثير ظروف من هيدا النوع، بالآخر بده يكون في حكومة، بده يقعدوا على طاولة وحدة وبده يرجع يصير في حكومة. بس اليوم عنا نقطة أساسية اسمها النازحين، عنا نقطة أساسية اسمها أنه ما بقى فينا نضل بحالة النقي بالنفس عن سوريا، لأنه في كثير من الأمور العالقة. شو رح يكون الموقف من هذا الموضوع للحزب التقدم الاشتراكي؟ في قوانين دولية لها علاقة بموضوع النازحين وشروط دولية لعودة النازحين بالمطلق، مش عم نحكي النازحين من لبنان أوكي. إلى سوريا، أن تكون عودة آمنة وبكرامة ووفق شروط معينة. خلينا نرجع نشوفهم بما يؤكد أنه هؤلاء النازحين، ما حدا بينكر بنهاية المطاف الضغط الاقتصادي الاجتماعي اللي شكلوه، ولكن بنهاية الأمر ما في واحد بيترك بيته ووطنه ليروح يقعد بخيمة بالطريقة التي نراها للنازحين. فنحن مش مع دفع هؤلاء النازحين إلى داخل سوريا إذا لم تكن ظروف العودة مؤمنة بشكل كامل بهذا الموضوع. أوكي. بموضوع النقي بالنفس، أنت مع أنه تبقى الدولة اللبنانية نائية بنفسها عن الدولة السورية؟ أنه أنت مع إعادة تعويم العلاقات اللبنانية السورية يعني؟ أنا عم بسأل سؤال واضح، مع إعادة، مع البقاء هيك بحالة النقي بالنفس ولا مع إعادة العلاقات؟ لأنه بالنهاية هون في دولة قائمة وهون في دولة قائمة. لا مش مع إعادة العلاقات، لا مش إعادة العلاقات. أنا جوابي كمان واضح، إعادة تعويم العلاقات اللبنانية السورية. شو تعويم من يعني؟ هي التعويم اللي منا واضحة. شو تعويم يعني؟ إعادة إحياء العلاقات اللبنانية السورية على الطريقة التي كانت حاصلة، التي كانت يعني حاصلة فيها. لا مش عم نضحك على بعض، إنه اليوم لما بنكون عنا موفدين رسميين وبيكون عنا وزراء عم تطلع لفوق وبيكون عنا وزراء طلعوا دون إنه قرار بس مجلس إنه الحكومة مش صحيح. لا لا، دون قرار مجلس وزراء مش صحيح. مش لا صحيح. الرئيس حريري وقتها ولا اعترض كيف هالحكي، بس طلعوا دون قرار. ما كل التسريبات والليدة بتقول إنه مش صحيح. أوكي، مش بغض نظر من رئيس مجلس وزراء، أكيد ما في قرار مكتوب. في قنوات يعني. ممكن إنه مثلاً اللي وقع ليش بدنا نضحك على بعضنا بهيدي الطريقة؟ وليش آخر شيء كلنا طامحين بالاشتراك بإعادة الأعمار بسوريا وعلى رأسهم دولة الرئيس المكلف والنائب وليد جملاط كمان بمجلس خاصة حكي بهيدا الموضوع وبلا ما نحكي مع صحيح. الدولة السورية؟ لا لا مش صحيح، مش صحيح. هذا الكلام غير صحيح، غير دقيق. ونحن بنهاية المطاف نرجع نقول في قنوات معينة عم بتقوم بجهد، اللواء عباس إبراهيم أحد هذه القنوات، موفد رئاسي، موفد أوكي، عم بيقوم بهذا الموضوع. في الأمم المتحدة تستطيع أن تساعد في موضوع النازحين، بس أكيد مش عن طريق الاشتباك. شفنا كيف عم بتساعد، مش عن طريق الاشتباك وافتعال. لا لا لا، مش صحيح، مش عن طريق تفعيل أو افتعال الاشتباك مع الهيئات الدولية بنكون اخترنا الطريق الصحيح لإعادة النازحين. العكس هو الصحيح تماما. بس ليش افتعال؟ معلي خلينا هيدي النقطة، خلص وقتنا، بس خلينا هيدي النقطة. اليوم كان في اعتراف واضح وصريح منهم، وشفنا شواهد انه ما فيك اليوم تجي تخوف هيدا الشخص يعني. نحن مصلحتنا انه يرجعوا الى بلادهم، يرجعوا بهين المطاف، يرجعوا وفق الشروط يلي هلا كنا عم نحكي عنها اللي بتحددها القوانين النزوح الدولي. يرجعوا بنهاية المطاف، ما حدا رح يجي يوقف بوج يعني أي عائلة سورية تريد أن تعود، ولكن أن يكون فعلا عودتها مؤمنة ألا يعني نرميهم إلى الموت مجددا. على أي حال هيدا نقاش يطول ورح يكون نقاش مفتوح بالمرحلة المقبلة. نحن للأسف انتهى وقتنا. أنا بدي أشكر وجودك معنا. لألي. مع مين بالمونديال؟ مع فرنسا. عندك ماتش هلا الساعة 5 اليوم يعني مع الأوروغواي. أنا بعدني عايش أيام بلاتيني.
منيح مش ايام الاستعمار يعني. لا الاستعمار خلصنا منه. دينا شكر الكبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.